صعد خلاص نقد الصوب خبرة 22 سنة تنزلوني بتيلي خبرة 22 سنة والله وانا موجود ما خليتك تحارب لان ادري خلاص يا حبيبي خلاص احنا ما نبيهم يشتغلون خلاص جزاك الله اشتري محول بابينا اي خلاص بكره اشتري محول خلاص بكره خلنا نخلص بس اليوم خلنا نخلص اليوم الله يعني اليوم ما انت تعبت واجد طلعت في نظرهم اني ولا شيء اي ولا شيء انت من زمان ولا شيء ولا شيء حبيبي حصل زبون وانا بجيبك البيت بس جيبوا لزقه جيبوا لزقه ابو عمي ابو علي اطلع الحمار يعني شوي ابو علي مقعد وشغلي البيت اللي سويته المسلح بالبيت جيب المسلح سويته والله قصر العمر خلاص خلاص بكرة زبطهم بكرة اليوم ما يعني انت اعتقد ان انت عندنا شيء انت من زمان ولا شيء تأكد اطلع الحمراء عمي ابو علي اطلع الحمراء اقعد خلاص اقعد يوم المنتج البطل من ويكس السماعات هذه ايش ميزتها يا جماعة الخير اول شيء مسوين عليها عرض بطل السماعات هذه يا سامي ضمانها مو سنة ولا سنتين ولا ثلاث ضمانها 5 سنوات ايش اللي يميز السماعة من ويكس اول شيء سرعة الاقتران عالية جدا يعني يا جماعة الخير والله بلا مبالغة الشباب عندهم زي السماعات هذه أتهاوش وياهم بعض المرات وأنا أصور أي واحد يفتح سماعته تعطي على طول في جوالي اقتران والحين لو أفتحها راح توقف تصوير عندي على طول سرعة الاقتران فيها عجيبة يا جماعة الخير بعدين جايك معاها علاق وكفر تقدر تركب الكفر وتغير اللون وجايك معاها علاق تقدر تعلق السماعة وين ما تبي رياضي عندك رياضة تبي تعلق السماعة علقها